إذا أردنا أن نتحدث عن الفن الإسلامي فلا بد أن نتحدث على القواعد التي قام عليها الفن الإسلامي. في العمارة الإسلامية كان دائما الحرفي يبدع. تورثنا أبا عن جد، فكل واحد مننا بيضيف ليها إضافة. لا يمكن الاستغناء على هذا حرفية هذا الصانع، لأنه هو الذي يعطي الروح لهذه الصنعة. صناعة الزجاج في سوريا صناعة قديمة تعود إلى آلاف السنين. الصندوق المبيت معروف جزء من تراثنا في مملكة البحرين وفي الخليج عموماً.